الإجباري في هذه السجون الإسرائيلية برفض الاستيطان ورفض جدار الفصل العنصري ورفض هذه السياسات في السنة 37 على التوالي بعد أن أعيد اعتقاله هو وعدد من نائل البرغوثي الذي تم إعادة اعتقاله والآن يقبع في السجن لأكثر من سبع. نستطيع أن نقول أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية هي أوضاع هذه المعلومات هي عالية عن الصحة. فنادي الأسير الفلسطيني وجه التحية للمستوى السياسي أجل أن نرتقي إلى مستوى المعركة التي يخوضها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. نحن الدور الرسمي الفلسطيني وعلى من أسرانا وأسيراتنا الماجدة داخل هذه السجون الإسرائيلية الفلسطينية، حيث كما تعلمون سيتم حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وهذه موقعها هذا الأسبوع بعد انقطاع في شهر رمضان وما بعد شهر. يعني ليس هناك من مناسبة محددة لكي نتضامن مع الأسرى. الأسرى يتعرضون إلى كرب شديد في ظل وجود حكومة فاشية عنصرية في إسرائيل تقترف بحقهم جرائم مستمرة ومتواصلة. تقع علينا مسؤولية أن يثار هذا أو هذه القضية الهامة، قضية الأسرى والأسيرات. الآن يعني هناك يعني الدورة العامة للجمعية الأممية المتحدة التي غاب عنها هذا الموضوع الهام في ظل وجود يعني مجموعة من التشريعات التي صدرت عن حكومة الاحتلال والتي تجعل الحياة داخل السجون لا تطاق. لذلك لدينا نداء نوجهه لكل الجهات الدولية بأن تتزحزح عن موقفها التقليدي والنمطي في التعاطي مع جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسرانا.